من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. أهلا بك سيد محمد معنا. يعني نبدأ من غياب السنوار، هل تتفق مع بعض الآراء التي تقول أن بغياب السنوار أن غيابه سيحدث فراغا يصعب تعويضه، وبالتالي إذا كنت تتفق طبعا مع هذا الرأي، وبالتالي ما مصير حركة حماس، مصير المفاوضات واليوم التالي حتى كما يقول نتنياهو لحركة حماس؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن حركة حماس كأي حركة سياسية جماهيرية لديها القدرة على ملء فراغ يعني شخصيات قيادية مثل السنوار، لأن يعني في السنوات العشرين الأخيرة فقدت حركة حماس عشرات القياديين بمستوى السنوار وربما أكثر من السنوار، ولكن تمكنت يعني من يعني تطوير قدراتها واتساع نفوذها ومجالها وتأثيرها في الحياة السياسية الفلسطينية، ونحن نرى كيف أنها تخوض معركة لمدة سنة ولم تنتهي هذه المعركة، ولم تتمكن إسرائيل يعني من يعني القضاء على حركة حماس، ربما تكون تمكنت من تدمير قطاع غزة بصورة شبه كلية، ربما أضعفت قدرات حماس كحكومة وكقوة مسيطرة في قطاع غزة، ربما أضعفت يعني إمكانات حماس العسكرية، ولكنها لم تضعف يعني قوة حركة حماس، وبالتالي يعني المسارات العسكرية والمسارات الأمنية التي والمقاربات الأمنية التي تتبعها إسرائيل حتى الآن تثبت يوما بعد آخر بأنها فاشلة وبأنها لا تستطيع. طيب وبعد مقتل السنوار سيد محمد، هذه المقاربات الأمنية وخصوصا لدى نتنياهو هي الاستمرار بحسب ما تردد حتى الآن في سياسة الاغتيالات، يعني ربما الهدف المقبل هو شقيق يحيى السنوار محمد السنوار، والذي تردد أيضا بأن ربما هو من سيخلف يحيى السنوار وهو مهم في الجناح العسكري لحركة حماس. يعني لا أعتقد بأن يعني مصير قادة عسكريين في حركة حماس الآن هو الأهم، الأهم هو يعني أن يكون هناك رؤية واضحة جدا بالنسبة لحركة حماس أن تغير السياسات التي أدت إلى فقدان زمام المبادرة في هذه الحرب وفي هذه المعركة، بمعنى أن تتخلى عن فكرة التنافس مع منظمة التحرير وأطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن تكون يعني كل قدرات حماس وأعمال حركة حماس أن تكون تكاملية مع بقية فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتبع أيضا يعني المسارات طيب السياسية. يعني عذرا أني بأطعق سيد محمد، يعني هذا الكلام قيل كثيرا، آخر اجتماع لحماس وفتح في القاهرة منذ أيام قليلة قبل استهداف السنوار لم يخرج بشيء، وقيل بأن الخلافات ما زالت مستمرة. اليوم مع مقتل السنوار، حين نتحدث عن قادة، لا نتحدث فقط عن قادة عسكريين، ولكن نتحدث عن مصير من سيفاوض في هذه المرحلة، إسرائيل أو نتنياهو تحديدا الذي يرى نفسه في موقع قوة وانتصار ما زال يفرض المزيد من الشروط. نعم، إسرائيل ما زالت تفرض شروطا حتى في التصريحات التي صدرت عن بنيامين نتنياهو اليوم وبالأمس، كلها تتحدث عن يعني وجود فرصة لإعادة الرهائن وليس وجود فرصة لصفق التبادل ووقف إطلاق نار ومسار سياسي، وبالتالي هناك خطر ما زال قائما أن يتمكن بنيامين نتنياهو من إقناع الجمهور الإسرائيلي وإقناع الجيش والأمن ومؤسسات الدولة الإسرائيلية باستمرار هذه الحرب حتى من دون يعني استراتيجية خروج من هذه الحرب. وبالتالي حتى الصحف الإسرائيلية اليوم، افتتاحية صحيفة أريتس وصحف أخرى، طالبت بنيامين نتنياهو أن يستغل هذه الفرصة من أجل خلق مسار سياسي وبدء مفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى، وبأن يعني ما تحقق حتى الآن بالنسبة لإسرائيل يعتقدون بأنه كاف لإعلان انتصار إسرائيل في هذه الحرب على حركة حماس والعودة إلى مسارات سياسية، وهناك اعتقاد بأن هناك فرصة أيضا
لتأييد أي يعني تغيير سياسي فلسطيني في قطاع غزة، بمعنى أن تكون هناك سلطة فلسطينية أو سلطة يعني غير إسرائيلية في قطاع غزة تدير الأمور والحياة العامة في قطاع غزة. وهذا أمر يعني على حركة حماس أن تستفيد من هذا الجو ويعني تعلن بأنها يعني لديها القدرة طيب، يعني والموافقة على السنوار يعني تردد الحديث كثيرا على أن السنوار كان متشدد جدا في مسألة الرهائن وإطلاق سراح الرهائن، بينما قالت آراء أخرى بأن كان لديه بعض المرونة، خصوصا في الفترة الأخيرة كانت حماس تبدي بعض التنازلات. اليوم يعني للوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار، اتفاق، صفقة وإطلاق سراح الرهائن، من ربما برأيك سيخلف السنوار؟ فيما يتعلق بخليفة السنوار في منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هذا تقرره مؤسسات الحركة، وعلى رأس هذه المؤسسات مجلس الشورى. مجلس الشورى لديه يعني الصلاحية لاختيار. صحيح، من برأيك يعني الاسم المرشح الأكثر ترشيحا في هذه المرحلة؟ يعني هناك ثلاثة أسماء يعني يتم تداولها، رئيس المكتب السياسي للخارج خالد مشعل، وكان رئيسا سابقا للمكتب السياسي لحركة حماس، وأيضا يعني خليل الحية، وهو مقرب جدا من السنوار، ويمثل السنوار في كل المفاوضات التي كانت تجري خارج قطاع غزة. وأيضا يعني هناك رئيس مجلس الشورى الذي تم اختياره في اليوم الأول لاغتيال إسماعيل هنية، نعم، وتم طيب، التراجع عنه، وتأكيد بأن هذه المعركة التي قررها السنوار يجب أن تستكمل بقيادة السنوار حتى نهاياتها. وبالتالي يعني مجلس يعني الشورى في حركة حماس هو الذي يختار، وهناك اتجاهات داخل مجلس الشورى أو اتجاهان رئيسيان متوافقان ويختلفان في التقديرات السياسية. هناك فريق يعتقد بأن، وعلى رأسه خالد مشعل، يعتقد بأن التحالفات التي أبرمها السنوار مع إيران كان مبالغا فيها، وبالتالي يجب العودة إلى يعني تحالف عربي إخواني، بمعنى قطر، تركيا، ربما كدولة إقليمية داعمة لقطر وعلى صلة يعني قوية بحركة الإخوان المسلمين، وأيضا يعني حركة الإخوان المسلمين بما لها من وزن جماهيري في المنطقة العربية. وبالتالي هذا اتجاه يريد أن تكون للحركة ميول نعم، طيب، نحو الدول العربية وليس نحو إيران. وهناك أيضا يعني اتجاه آخر، هو اتجاه السنوار، بأنه للأسف يريد. الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر من رام الله، كنت معنا المحلل السياسي محمد هواش، شكرا لك.